الاتليه تاعها الدور بكثافه هذه الخدمه. الاستاذ الدكتور عبد الحليم السكبيل سيد رئيس مصلحه الشؤون الترابيه الاستاذ محمد اشرف بشر مفتش مدى الاجتماعيات بالمديريه الاقليميه المناشد اللي هو المشرف على هذا النشاط لهذا اليوم بالاضافه الى مصلحه الشؤون الترابيه والمنسق ديال برنامج التربيه على المواطنه الابي تي دو سي بالمديريه الاقليميه المناشد السي مساعد والسي خالد الرجالي الاساتذه الكرام استاذ محمد زهروان استاذ عبد الغني مسرار والاستاذ محمد فتحي حضور كريم السيدات والساده مديري المؤسسات التعليميه والطرق الاداريه والتربويه ابنائنا بناتنا التلميذات والتلاميذ مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم على هذا الحضور بكثافه لهذه الندوه الوطنيه التاريخيه التي تقام بمناسبة وكتخليل لمناسبتين غاليتين على قلوب جميع المغاربة ألا وهما ذكرى تخليل ذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة وكذلك ذكرى 67 لاستقلال البلاد. طارق عرساني المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بعمله مقاطعه مناشد تحت شعار المواطنه مسؤوليه وممارسه تنظم المديريه الاقليميه المنتدى الاول لانديه المواطنه مختلف انديه بجميع المؤسسات التعليميه اللي كتنظم هذا المنتدى احتفالا وتخريدا للذكرى 47 للمثل الخضراء المضفره وكذلك ذكرى عيد الاستقلال المجيد. بالنسبه لهذا اليوم اللي هو الاحتفاليه بهذا اليوم سطر لها برنامج في البدايه كما كتشاهدوا الان ندوه حول المسيره الخضراء والاستقلال ودلالتهما العميقتين في روح جميع المغاربه والاثر ديال المسيره الخضراء والاستقلال على تاريخ المغرب وعلى تاريخ المغرب الحديث. وكذلك من بعد هذه الندوه غادي تعقبها حفل فني ملحمه فنيه من انجاز التلميذات والتلاميذ المؤسسات التعليميه بمختلف الاعمار ديالهم اللي ابوا الا وانهم يشاركوا ويحتفلوا بهذا الذكرتين الغاليتين على قلوبهم وقلوب جميع المغاربه. اذا فهذه المديريه الاقليميه بهذا البرنامج وبهذا الامسيه بهذا الندوه كترسخ روح المواطنه وحب الوطن عند الناشئه وكذلك حب والتخليد وذكرى المسيره الخضراء وروح المسيره الخضراء المضفره وشكرا. بعد ذلك للسياق الذي جاءت فيه المسيره الخضراء يعني بعد نيل المغرب للاستقلال. محمد اشرف بشر مفتش تعليم الثانوي التاهيلي بالمديريه الاقليميه مولاي رشيد. كنحضروا اليوم اللقاء في اطار برنامج ابي تي دو سي اللي هو برنامج ترسيخ السلوك المدني و يعني محاربه السلوكات المشينه بالوسط المدرسي في مناسبه غاليه في ذكرى غاليه اللي هي ذكرى عودة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى حاملا بشرى الاستقلال. هذا اليوم نستحضر فيه ذكريات غالية، ذكرى استقلال المغرب ثم ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة اللي كيبقى واحد الحدث مهم في تاريخنا الوطني. اليوم سنحاول استحضار احداثنا الوطنيه و يعني تلقين شبابنا العزيز بعض المحطات التاريخيه عن استقلال المغرب والمقاومه المغربيه والاستقلال. كذلك السياق من الاستقلال الى المسيره الخضراء ثم المسيره الخضراء كحدث ثم المسيرة الخضراء و يعني دور هذا الحدث في المستجدات الراهنة اللي هي يعني الأحداث اللي كتعرفها المملكة المغربية واللي كتمثل في فتح قنصليات
وسفارات لدول صديقة ودول أجنبية هنا بأقاليمنا الصحراوية. ثم كذلك كيف يمكن أن نستثمر حدث المسيرة الخضراء على صعيد الدبلوماسي والتنمية الاقتصادية بأقاليمنا الصحراوية. ثم في نهاية المطاف سنحاول أن نستحضر ما تمثله المسيرة الخضراء كحدث من ناحية القيم الحاملة، قيم الهوية الوطنية المغربية. ونتمنى من الله العلي العزيز أن ينصر بلدنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. متردامي أن عرف الدار بعد توهمي، إن كنت جاهلة بما لا تعني يخبر. البيت القصيد هو أننا في رحاب معلمة ثقافية اسمها المركب الثقافي المناشد، احتضنت جمهورا من خريجي مؤسسة التعليم التابعة لشرع المقاطعة. لطيف مسكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامع الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية العلوم القانون الاقتصادي والاجتماعية الدار البيضاء. اليوم نحن برحاب المركب الثقافي المناشد، هذه المعلمة التاريخية الثقافية التي تزخر مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية. نحن اليوم في إطار ندوة وطنية تاريخية منظمة من طرف المديرية الإقليمية للتعليم على مستوى طلاب مناشد، وهذه الندوة تدخل في إطار الاحتفال بالذكرى 47 لانطلاق المسيرة الخضراء والذكرى 67 لاستقلال المغرب. وهذه الندوة تدخل في إطار يعني مساهمتنا كباحثين وكأساتذة جامعيين لإغناء النقاش حول ملحمة تاريخية مرتبطة بقايا الصحراء وبحدث تاريخي مهم مرتبط باستقلال المغرب. الغرض هو أن المساهمة في تنشئة النسج وطنيا بإعطائه نبذة عن التطورات التاريخية لقضية الوطنية ولمصيرنا الوطني والتاريخي في عهد الراحل محمد الخامس طيبة الله والمرحوم الحسن الثاني، والبناء الذي استمر مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي اكتسى أهمية كبرى دبلوماسيا اقتصاديا سياسيا واجتماعيا بهدف الاهتمام بالمواطن المغربي وضمان عيش كريم، وبخاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية. وكما جاء في الخطاب الأخير بمناسبة ذكرى 47 التي أكد فيها جلالته على ضرورة التلاحم الجانب الدبلوماسي والسياسي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي، ومشيدا بالدور الذي حققه برنامج دعم الأقاليم الجنوبية بتخصيص ما يقارب 77 مليار درهم التي خصصت للبنية التحتية وكذلك المعرفة الاقتصادية المؤهلة لاشتغال القطاع الخاص. من هنا تبدو هناك رهان قوي مطروح على القطاع الخاص من أجل الانخراط في هذه العملية التنموية الشاملة والتي تعود بالنفع على البلاد كاملة. التي نحيي من خلالها ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.